يحيي اللاجئون والنشطاء السوريون الذكرى السابعة لقيام الثورة السورية على وقع الدم والنار في أعنف هجمات وحشية يقوم بها نظام الأسد والطيران الروسي والميليشيات الطائفية التابعة لإيران لتفريغ آخر جيب للمعارضة السورية في محيط دمشق وتهجير أكثر من أربعمائة ألف من الشعب السوري في الغوطة الشرقية نتابع يحيي اللاجئون والنشطاء السوريون الذكرى السابعه لقيام الثوره السوريه على وقع الدم والنار في اعنف هجمه وحشيه يقوم بها نظام الاسد والطيران الروسي والميليشيات الطائفيه التابعه لايران لتفريغ اخر جيب للمعارضه السوريه في محيط دمشق وفي اكبر تغيير ديمغرافي يهدف لتهجير اكثر من اربعمائه الف من الشعب السوري صاحب الارض في الغوطه الشرقيه الذي ان تم سيحول الشريط الممتد من دمشق ومحيطها الى الحدود اللبنانيه لقمه سائغه للمشروع الايراني الطائفي الذي يهدف لتحويله الى مقاطعه ايرانيه فارسيه اليوم في الغوطه الشرقيه، في ريف ادلب، في ريف حلب، ما زال النظام مستمرا بقصفه للمناطق، وما زال مستمرا في في حصاره لبعض المناطق وتجويعها، يستخدم التجويع كسلاح ايضا. روسيا التي اكدت على مناطق خفض التصعيد، ما زالت حتى اللحظه طائراتها في اجواء الغوطه الشرقيه عرض المتظاهرون لوحات تمثيليه تجسد الواقع الذي يعيشه الشعب السوري للعام السابع على التوالي من اعتقال وقصف وقتل وتهجير في أكبر ساحة عامة في برلين لعلها تخترق صمت المجتمع الألماني والأوروبي عامة تجاه أكبر المجازر والتطهير العرقي في القرن الحديث الذي يقوم به النظام السوري والروسي والميليشيات الطائفية التابعة لإيران أشارك الشعب السوري اليوم في ذكرى الثورة والمطالبة بتحقيق السلام ووقف القتل ولا يمكن أن يبقى حق الفيتو في يد روسيا في الوقت الذي تشارك فيه بطيرانها في قتل الشعب السوري ومن الطبيعي رفضها لوقف القتل عند تصويت مجلس الأمن نصف مليون ضحية ونصف عدد سكان سوريا بين لاجئ ونازح ومليون ونصف سوري مع إعاقة دائمة حصيلة سبع سنوات دموية وإي. بادة وتهجير وما زال مصير الشعب السوري ينتقل من طاولة جنيف إلى الأسيتانا إلى سوتشي إلى مجلس الأمن دون نية جدية من المجتمع الدولي في إيقاف شلال الدم السوري. على بعد خطوات من البرلمان الالماني يستعرض المتظاهرون السوريون ماساه الشعب السوري التي عجزت لغه المجتمع الدولي عن توصيفها مره بماساه القرن ومره بالجحيم على الارض ويصرخون فهل من مجيب؟ لقناه الاخباريه رمله ابو اسماعيل برلين.